المباحث، اصل الموضوع مضايقني، تحريات المباحث، الفتاة لا تمت بصلة قرابة للنائب. وقالت الطالبة الجامعية نسرين، هي نسرين ولا سعاد ولا بنت اخته؟ لا ولا يعني سعاد دي اخته، لكن نسرين بنت اخت سعاد. هو قال بس هو المباحث قالت هي مش بنت اخته ولا تمت لو هي ما هو هنا في تناقض. بنت اخته في الرضاعة يعني. ايه؟ بنت اخته في الرضاعة ممكن. لا بس خليني بس الحتة دي يا دكتورة اسمحي لي. لا احنا نخرج منها. نخرج منها بس لازم نقول حاجة. نقول حاجة فيها في سلطة الشيخ. اما وانه في نيابه شغاله من وجهه نظر طبعا. لا ده كان بريئه. وبعدين انا بس في لفته اسمح لي يا استاذ ثروت، انه دائما الدكتور استاذ فريد بيقول مثلا النيابه قالت وهو قال، طب هل احنا نصدق النيابه وما نصدقوش؟ لا لا اطلاقا. انا قلت ان ده بريئه عن تاني. انا مش عايز اتكلم في الموضوع ده. انا قلت مش هتكلم في الموضوع ده. نترك الموضوع. لا انا عايزه هنترك الموضوع. انا من وجهه نظري على فكره دي قضاء. انا بتكلم حاجه على فكره. الموضوع ده بيوصلنا يا استاذه هاله، الموضوع ده بالذات موضوع تحقيق. والراجل ممكن يبقى بريء وممكن يبقى موضوع تفسير من الاطراف. انا ما اعرفش من وجهه نظري عكس موضوع المناخير. موضوع المناخير متهيألي حسن. لا واضح. يعني موضوع المناخير حسم وحزب النور اوقع عقوبات على النائب. لكن موضوع السلام التام احد. لا انا عايز اقول لحضرتك احنا دائما بنجنح يعني لتجذيب ما نسمع، سواء باننا نقول ده معاه حق او ده معاه حق، يا اما نقول المباحث عامله له كمين ومتعقبه وعامله له مصيبه ومدبره له مكيده، وده يبقى تفسيرنا على طول، يا اما نقول ده الشيخ عمل كده. يعني قصدي في الحالتين احنا بنحكم بسرعه. لا بص يا استاذ هلا، انا اتمنى ان يكون القصه دي كلها مختلقه. ليه؟ لان القصه دي لو طلعت صحيحه هتبقى مزيد من احباط الناس. صحيح. لان صحيح. الشعب المصري ليس يعني حمل كل هذه الاحباطات. انا اروح انتخب نائب وبعدين الاقيه بيعمل مناخير، اروح انتخب نائب اروح، مش ممكن يعني. انا اتمنى ان تطلع قصه كذبه. لا اتمنى ان يطلع بريء بصراحه. التيار اللي بينتمي ده احباط للشعب المصري. مصداقيه التيار اللي بينتمي بالضبط، ومصداقيه كل هو واللي سبق واللي سبق. انا رايي لما بيخسر اي تيار سياسي مصداقيته بيخسر كل الحياه السياسيه. لا سعادتك لو الموضوع تيار سياسي، ده المصيبه ان هو بيدعي انه طيار ديني. بالظبط. أيوة. دي الاشكاليه. احنا بقى هننتقل لنقطه مهمه جدا. انا بس عايز حضرتك دي واحده ثانيه. طيب. يعني احنا اتكلمنا على الغش واتكلمنا على وده داخل في الغش الازمه الاخلاقيه. ايوه. يعني انا بتكلم في فكره الغش عموما، انا مش بتكلم في حاله بعينها. وثقافه انا ومن بعدي الطوفان، يعني انا عايز اخش الامتحان ما ذاكرش طول السنه واغش واطلع اخد ارقام فاخش كليه يستحقها يا عيني واحد ذاكر طول السنة وما غشش. فمسألة الأنانية والإيثار ثقافة التكاوي في كل شيء دخلت معنا. وصلت النهاردة أن اللجنة التأسيسية فيها نفس الحكاية. يعني هو ده بقى اللي عايزين نخش. اتفضل يا فندم وننتقل للجنة التأسيسية. إضافة لما قاله الدكتور جمال والدكتور أحمد فيما يتعلق بأنه فعلا النظام السابق جرف الحياة السياسية والأخلاقية في مصر مش على مدار 30 سنة بس، أكتر من كده كتير. مصر كان فيها ملامح رائعة، فيها مروءة وكان فيها شهامة وكان فيها أخلاق وكان فيها أخوة، وكان الواحد لما يشوف واحدة في الشارع بتتعاكس مثلا كان يقف مدافعا عنها، كان يشعر أنها عرضه. دي كانت أخلاق المصريين، المروءة والشهامة والكرامة حتى بين المسلمين والمسيحيين. أيوة. يعني لم يكن هناك فرق. نعم. بين صحيح. أحد وأحد في بيت واحد. صحيح. نعم. لكن أنا دي مسؤولية ضخمة جدا، جريمة ارتكبها النظام السابق قبل أن تكون هذه الجريمة جريمة نهب أموال. تعرف لو كان الموضوع مجرد نهب أموال هتبقى المسألة مقدورة عليها، إنما التجريف الأخلاق هو ده الأمر اللي في منتهى منتهى السوء. فإحنا الحقيقة برضو المسؤولية ما كانتش عليهم لوحدهم، لأن في فريق من الإصلاحيين والدعاة كان لازم يقوموا بدورهم الحقيقي في الدعوة وفي الإصلاح. الإصلاحيين من شتى الفرق السياسية، ما هو في طلائع متقدمة، طليعة متقدمة لكل فرقة أو كل فصيل سياسي، وفي دعاة. الدعاة دول كان بيبقى لهم تأثير كبير جدا. كنا نحضر في خطبة الجمعة فنستمع إلى الخطيب وهو يتحدث، شوف مستوى الخطيب وهو يخطب بين الناس، وكان يعلم الناس أشياء كثيرة.
كان الخطباء اللي بيوقفوا كانوا خطباء أزهريين من الأزهر، فالعلم اللي عندهم كان علم صحيح ودرسوه وأخذوه بالتلقي. يعني العلم لا يؤخذ إلا بالتلقي، واللغة بتاعتهم كانت صحيحة، فكانت ألسنة الناس تستقيم من سماع هذه اللغة الرائعة الجميلة. اتربيت على الشيخ فتحي في منطقة الزيتون في مسجد عاطف السادات، وهو ده من شيوخ الأزهر الرائعين، وهو رحمة الله عليه وهو بيخطب بين الناس، علمني حاجات كتيرة جدا. إنما الدعاء هم كانوا فين طول الثلاثين سنة اللي فاتت؟ والنظام أيضا يا دكتور أستاذ ثروت، هقول لك ليه الجمال السمع والبصر يا رب، دعاء بقى ده ما فيش أكتر من دعاء دلوقتي في مصر، كان هناك دعاء لا مش دعاء أي دعاء، لا أقول لحضرتك لأن الدعاء الداعية الدين احنا الدعاء الذين الدعاء لا يسموا دعاء الدعاء يا دكتورة كل الناس بقى الداعية ديني لا لا يسمى لا لا دول بص هو بلغوا عني كما قال الرسول عليه الصلاة والسلام بلغوا عني ولو آية، وكما قال فذكر إنما أنت مذكر لست عليهم بمسيطر. ففي الواعظ الذي يقف ويقول كلمة وعظ، وما بين الداعية الذي يفتح عقول الناس ويفتح مدارك الناس ومتضلع بالعلم ويؤثر في أخلاق الناس ويكون لديه قدر كبير من العلم، لا يزعم أحد أبدا أنه وصل إلى أعلى علم على الإطلاق، لكن كلنا في طريق العلم طلاب للعلم، نتلقى العلم ونعلم الناس. فلما يكون الدعاء ينشغلوا بالعمل السياسي، بالعمل السياسي التنافسي، اللي هي السياسة إيه؟ حركة الإنسان في حياتنا سياسة، لكن العمل السياسي التنافسي أن أزاحم الناس في انتخابات مثلا وأنا بدعوهم وأقول لهم هذه الأخلاق الإسلام كذا وكذا وكذا، فبخليه يتلقى مني، وبعدين تيجي انتخابات فانزل وأقول أنا أفضل منكم، أنا لدي الحل، أنا لدي الفكر، وأنشغل عن الدعوة. طب في طبعا دعاء الجمعية الشرعية قامت بدور يعني بقدر الإمكان كبير، جمعية أنصار السنة المحمدية قصاد عمليات تغريب الدعوة أو إبعادها عن الواقع المصري وطبيعة المصريين. الدعوة التي وفدت إلينا من الجزيرة العربية، الحركة الإرهابية اللي أثرت كتير قوي في أفكار الناس وفي سلوكياتهم، وهي قد تكون مناسبة لهذه المجتمعات لكن لا تناسب العلماء الأتراك. طبعا يعلم الدكتور أحمد أن الإمام الشافعي رضي الله عنه عندما جاء إلى مصر غير مذهبه تماما، المذهب القديم والمذهب الجديد، مش لأنه اكتشف أنه كان على خطأ، دكتور جمال والظروف صح زي ما أنت ما بتقول. فدي ما فيش يعني رأي قطعي بقى يصلح. أنا أدعو من أنا دخلت جماعة الإخوان علشان أكون مؤهل للدعوة، أكون داعية، والتحقت بجامعة الأزهر فترة ولم أكمل بعد ما دخلت الإخوان علشان برضو يكون عندي العدة بتاعتي في الدعوة. وبرضو أظن الدكتور جمال وكل من دخل بمشاعره إلى جماعة الإخوان كان يتوق إلى الدعوة، كان داخل للدعوة، العاطفة الدينية بتحركنا عشان نرتقي. إحنا ده كان دورنا بقى إن إحنا نرتقي بأخلاق الناس ومفاهيم الناس اللي هي الناس العادية. أنا هضيف بس الدعوة دي مش اختلطت بقى بالسياسة. لا ما أنا أقول لحضرتك طالما جبت في فكرة السياسة، أولا مفهوم البعض وأنا منهم أنه الإسلام نظام شامل في جميع الحياة، بمعنى أنه ليس فقط في المساجد وفي الزوايا وفي التكايا فقط، ولكن هو منهج حياة. وإذا رجعنا شيخنا شوية أنه النبي صلى الله عليه وسلم جاء لكي يصلح الدنيا بالدين، أليس كذلك؟ نعم. بلى. فالشاهد أنه ليس فقط الانتماء لجماعة الإخوان المسلمين أو غيرها من وجهة نظري أن يكون فقط من أجل العاطفة الدينية، ولكن من أجل أن يسير بهذا الإسلام بين الناس وأن يعني يطبق أخلاق الإسلام في صحيح. كل شيء لأن الإسلام انتشر في أفريقيا مثلا. ابن حزم له كتاب في غاية الأهمية، هو المتوفى سنة 456 هجرية، له كتاب اسمه الأخلاق والسياسة. الناس يا أستاذ ثروت فهموا أن السياسة لعيب، فهموا أن السياسة كذب، فهموا أن السياسة خديعة، هذا خطأ شديد. هذا في الواقع المعاصر هكذا. من أقول لك ده خطأ. في الواقع المعاصر. هذا خطأ المعاصر هكذا. في حاجات سياسية. دي أخطاء بيرتكبها. لا. ولذلك يا دكتورة إحنا لابد كلنا كده
أن ندعو إلى السياسة النظيفة. حضرتك السياسة يعني النظيفة. إحنا هنخلط يعني ده أنا عن السياسة النظيفة صحيح أنت عندك حق بس أنا عايز أقول حاجة يا دكتورة عزيزي. هو قال الإسلام نظام شامل وإحنا لم نختلف على الإطلاق لا نختلف طبعا الإسلام نظام شامل لكن الدكتور راشد الغنوشي كان في مقر الإخوان امبارح له كلمة مشهورة قوي قال ليس معنى أن الإسلام نظام شامل أن يكون التنظيم تنظيما شاملا ليه؟ أو أن يملك تنظيم هذا النظام الشامل لأن الإسلام شيء والتنظيم شيء هو الإسلام ينظم الحياة لا يرسمها إحنا لما باجي أقول التنظيم كان من المفترض أن هو يركز في الدعوة في العمل الدعوي لأنه العمل السياسي التنافسي وأنا استخدمت تعبير التنافسي أثر شوية في العمل الدعوي مش المقصود أن في تخصصات وأحراجه يعني في ناس متخصصة في السياسة ناس متخصصة في المجال الدعوي ناس متخصصة في مجال كذا كويس ففكرة هو في خلط يعني أنتوا مش عمل دعوي مش عمل دعوي كامل أنتوا عمل سياسي في خلط لا في خلط الإمام أنا أقول لحضرتك لا في خلط الآن طب يا شيخنا اسمح لي أقول السطر ده الإمام البنا حينما عرف الإخوان المسلمين قال هي هيئة إسلامية جامعة طبعا عرف التعريف ده سنة كام يا دكتور هو 28